هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن مشروع مربح جدا بيعتمد في تسويقه وربحه على موضوع التصدير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي مشاهدي قناة نشرة كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو أو كل مشروع أول بأول. لو عندك أي استفسار بترسلنا في التعليقات، كمان لو عندك فكرة مشروع جديد مش موجود على القناة كمان ترسلني في التعليقات وإن شاء الله يكون موجود على القناة في أقرب وقت. المنتج النهاردة بيستخدم في مصر وبيستخدم في جميع الدول العربية، لكن في دول معينة بتستهلكه بكمية كبيرة جدا زي امريكا والصين ودول جنوب اسيا ودول جنوب شرق اسيا. هذه الدول بتعتمد على منتج النهاردة بشكل كامل وبيستهلكوا منه كميات كبيرة جدا. فبالنسبة لعملية تسويقه او عملية تصديره، ده هيتم بشكل سهل جدا وبسيط. اي كمية هتقدر انك تنتجها هيتم تسويقها وتصديرها بشكل بسيط وسهل جدا، وكمان المنتج هيدخل في بعض الاستخدامات الطبية او التركيبات الطبية، فكمان مطلوب في شركات الادوية زي ما قلت لك في مصر في البلاد العربية واغلب دول العالم. وزي ما قلت لك اكتر دول مستهلكة لهذا المنتج وهي دول امريكا والصين ودول جنوب شرق اسيا. هنتكلم شوية النهاردة مع بعض عن انشاء مصنع او خط انتاج زيت الفول السوداني. تعالوا دلوقتي نشوف المواد الخام المستخدمة وخط الانتاج ومراحل الانتاج وطريقة العمل على الماكينة لغاية ما نوصل للمنتج النهائي بتاعنا. بالنسبة للمواد الخام المستخدمة، هي مادة خام واحدة بس وهي الفول السوداني، لكن في البداية لازم يتم التأكد من جودة المنتج بتاعنا، يكون جودتها عالية جدا لم تتعرض للرطوبة وتكون كمان حديثة التخزين، يعني ما تكونش بقالها فترة كبيرة متخزنة، فبالتالي هتأثر على جودة المنتج وكمان هتأثر على جودة الزيت اللي احنا هنصنعه بعد كده. بعد كده بنروح لخط الانتاج مقسم لأربع أقسام. المرحلة الأولى عندي وهي مرحلة الغربال أو الهزاز، بيتم تفريغ الفول السوداني داخل الحوض الخاص بالهز أو الحوض الخاص بالغربال زي ما قلت لك، وعن طريق مرحلة الهز أو عن طريق الغربال بيتم إزالة الأتربة والشوائب الموجودة ما بين الفول السوداني عشان يتم تنظيفه بشكل جيد جدا قبل ما يروح للمرحلة اللي بعد كده. بعد ما بيتم عملية الهز وإزالة الشوائب بشكل جيد جدا، بنروح للمرحلة الثانية وهي مرحلة تأشير أو تقصيص الفول السوداني عن طريق آلة أو ماكينة بسيطة جدا، بيتم إزالة القشور أو أي شوائب من على حبيبات الفول السوداني عشان تكون جاهزة عندي بعد كده طبعا لعملية العصر، لكن بتأكد من إزالة الشوائب والقشور زي ما قلت لك. بعد كده بنروح المرحلة الثالثة وهي مرحلة عصر الفول السوداني. في هذه المرحلة بتتم على جزئين أو بتتم على مرحلتين. المرحلة الأولى بيتم فيها عصر الفول السوداني بشكل جيد جدا، ثم بعد كده بتعود نفس الحبيبات أو نفس حبة الفول السوداني اللي تم فرمه وعصيره، بيتم إعادة عصره مرة تانية علشان يتم الاستفادة من الفول السوداني بنسبة 100% ويتم الاستفادة منه بشكل كامل. بعد كده بعد مرحلة العصر بيتم خروج بقايا الفول السوداني بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، بعد كده بتكون جافة جدا مش موجود فيها اي سوائل، بيتم بعد كده بيعها والاستفادة منها ماديا، سواء كان يستخدم كعلف او يتم دخوله في صناعة الاعلاف، وكمان بيستخدم في مصانع الحلويات، يعني في كل احوال هيتم بيعه وتقدر ان انت تسوقه بشكل بسيط جدا وتستفيد منه ماديا بشكل اضافي. ده طبعا بالاضافة للمنتج الرئيسي بتاعنا وهو الزيت، زيت الفول السوداني. بعد كده بنروح المرحلة الاخيرة وهي المرحلة الرابعة وهي مرحلة فلترة الزيت، وبرضو عملية التنقية والفلترة بتتم على مرحلتين. المرحلة الاولى بتتم على الفلتر الاول، بتتم فلترة الزيت بنسبة من 50 إلى 70%، وبعد كده بيدخل الزيت مباشرة على الفلتر رقم 2 لإتمام عملية التنقية بشكل كامل بنسبة 100%. وفي نفس الوقت في عملية الفلترة الأخيرة بيتم نزع الروائح الكريهة من الزيت علشان الزيت يكون جاهز عندي بعد كده لعملية التعبئة والتغليف، يكون جاهز عندي لعملية البيع والتسويق والتصدير. آخر مرحلة عندي وهي عملية التعبئة. في هذه المرحلة بيتم تعبئة الزيت في الصفائح بأوزان مختلفة، تبدأ من كيلو لاتنين كيلو لخمسة كيلو، بتصل إلى 20 كيلو، وطبعا بيتم تعبئة الزيت أو حفظه داخل الصفائح عشان يتحمل عملية النقل والتصدير من دولة لأخرى، وبالتالي المنتج بتأثرش بأي شيء ولا يتعرض للتلف. المصنع بتاعنا أو خط الانتاج بتاعنا مقسم إلى أربع أجزاء أو أربع ماكينات، لكن في نفس الوقت جميع الماكينات
متصلة ببعض عن طريق السير. كل اللي عليك انك بتبدأ المرحلة الاولى وبعد كده بشكل اوتوماتيك خط الانتاج بتاعك بيكون متصل ببعضه عن طريق سير متحرك زي ما قلت لك. كل مرحلة بتنتهي بشكل اوتوماتيك المرحلة التانية او المنتج بتاعنا بيتم ترحيله الى المرحلة اللي بعد كده. خط الانتاج بسيط جدا والتعامل معاه بسيط جدا. هسيب لحضراتكم رابط شراء خط الانتاج في صندوق الوصف، وكمان اي ورشة هندسية او اي مهندس يقدر يصمم لك خط الانتاج داخل مصر او اي داخل دولة عربية بكل سهولة. وتقدر كمان تختصر خط الانتاج الى مرحلتين، مرحلة العصر ومرحلة الفلتر، ان دول اهم مرحلتين في المشروع كله او في عملية انتاج زيت الفول السوداني. فلو انت حابب فكرة مشروع النهاردة وامكاناتك مش يسمح انك تكلف خط انتاج بالكامل، تقدر انك تكتفي بس بالمرحلتين دول وهي مرحلة عصر ومرحلة تنقية الزيت وفلترته من الشوائب. دي كانت فكرة مشروع النهاردة اعزائي المشاهدين من المشاريع المربحة وافكار المشاريع اللي اول مرة تعرض على القناة. اتمنى ان شاء الله ان يكون نال اعجابكم. ما تنسوش دعمنا بالاشتراك والضغط على زر اللايك، ودي حاجة مهمة جدا لنشر الفيديو. كمان لو عندك اي استفسار ترسلنا في التعليقات. اتمنى لحضراتكم ان شاء الله دوام التوفيق والنجاح في حياتكم العملية. اشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.